يأتي ذلك الرجل، الرجل المعروف لبيد أو لبيد. هذا الرجل من كبار شعراء الجاهلية، وكان هنالك شيء، الأفراد الذين بلغوا القمة في الأدب، القمة في الفصاحة والبلاغة، كان عندهم امتياز. هذا الامتياز لم يكن يعطى لكل أحد، فقط لهذه القلة. هذا الامتياز أنه كانوا يأخذون قصائدهم ويعلقونها على باب الكعبة، هذا الباب اللي قبل كان مفتوح والحجاج كانوا يدخلون في داخل الكعبة من هذا الباب. لبيد سمع أن هنالك قرآنا وأن هنالك كتابا يدعى أن له مقاما، تعب في إنشاء قصيدة من أروع قصائده، أنشأ هذه القصيدة وجاء بها وعلقها على باب الكعبة، يعني هذه القصيدة في مقابل ذلك القرآن. جاء أحد المسلمين رأى هذه القصيدة فعلق بجوارها آيات من القرآن أو على مقربة منها آيات من القرآن. جاء لبيد وهو هذا الشاعر المعروف ورأى قصيدته ورأى بجنبها ورقة، لاحظ هذه الورقة ورأى فيها آيات، فهزته هذه الآيات وقال: ما هذا بقول بشر وأنا من المؤمنين؟ كلمات، لحظات جعلته يفتح عينه على الحق، ثم أخذ قصيدته ومزقها وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وأسلم على يديه وترك الشعر. في يوم من الأيام رآه عمر وقال له: أنشدني شيئا من شعرك. فقال له: ما كنت لأقول الشعر بعد سورة البقرة وآل عمران، بعد هذه السورتين، هاتين السورتين من العار أن يقول شاعر شعرا.